عبد الله رجب تاني، ياسر الكناني. هنشوف طبعا كلام اللي اتقال ما بين شوطي المباراة من فاروق جعفر مدير الفني المصري ومحمود سعد مدير الفني نادي القناة. ودي هجمة، هجمة عنترية لأكوتي منساء، والهدف الثاني هجمة عنترية. بقول لحضراتكم لسه هنشوف ايه اللي اتقال بين الشوطين. وعلى طول أكوتي منساء قال الاختراق من العمق، الاختراق من العمق أكوتي منساء، هجمة عنترية وتوغل وطلع بيها ودخل داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في سقف الشبكة. اهو كورة، اهو ادي أكوتي منساء اهو حرك كويس قوي وعدى من دفاع نادي القناة إيهاب جلال اهو، وعلى طول غمزها أكوتي منساء وفي سقف الشبكة. يتقدم المصري في الدقيقة الثالثة من احداث الشوط الثاني بهدف لأكوتي منساء.